لسه كمان بنتكلم على سيدات طائرة الزمالك وفوزهم ببطولة أفريقيا النهاردة، وكلام عظيم جدا أنه نتكلم على حاجة محترمة، حاجة كبيرة، خطوة عظيمة، خطوة مميزة. معايا عبر الهاتف الآن كابتن أحمد فتحي المدير الفني لفريق سيدات طائرة نادي الزمالك. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا وألف مليون مبروك. الحمد لله، ألف ألف مبروك لجمهور نادي الزمالك ومجلس إدارة اللعيبة الأبطال. الحمد لله فضل من ربنا كبير، الله يبارك فيك حبيبي. كنت بتكلم مع نيال أحمر من شوية عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وقالت لي لحظة الشوط الرابع دي كانت أصعب لحظة في المباراة ككل. طبعا هو الماتش كله صعب طبعا. طبعا ده نهائي افريقيا وفي مصر بين نادي كبير نادي الزمالك ونادي كبير زي النادي الاهلي برضه، ومع مدرب كبير. وبعد كده الشوط الرابع كنا خسرانين فعلا يعني 2-1 في الاشواط و19 14 يعني تقريبا الجيم بينتهي يعني. الحمد لله قدرنا نوقف الفريق بتاع النادي الاهلي ونعوض الفريق الخساره ده ونفوز بالجيم، ربنا كفينا في الجيم الخامس ان احنا نفوز بالمباراه يعني. لا كابتن، انا عايز اعرف اللحظه اللي حصل فيها الفرق في النقاط ده. كلمت قلت ايه للبنات؟ اللحظه دي لحظه ياس يعني، لحظه ممكن تقول ان المباراه بتخلص. كان يعني فعلا لو حضرتك اتفرجت على الماتش وانا كان البنات قدامي فعلا كان بدا الياس فعلا، خلاص المباراه بتنتهي، هتروح 3-1 للنادي الاهلي والبطوله بتضيع. الحمد لله يعني والله العظيم هم تعبوا جدا الاسبوعين اللي فاتوا دول، كنا بنتمرن حوالي 7 أو 8 ساعات في اليوم. كنت بفكرهم بكل دقيقه بيشتغلوا فيها، وبفكرهم ان جهدهم ربنا مش هيضيعه، وبفكرهم ان ربنا لا اكيد ربنا هيعوضكم خير اللي انتوا تعبتوا اليومين اللي فاتوا دول، وعاملين موسم برضو معلش ممكن ما يكونش جيد يعني، سيء، خسرين دوري وكاس، خسرين سوبر. فسبحان الله يعني قدرنا نوقف الفرقه اللي هناك، والحمد لله بداوا يركزوا ويهدوا كده شويه، فالحمد لله الجيم قرب، مسكنا بقى في الجيم وكسبنا الحمد لله. كابتن احمد فتحي المدير الفني لفريق سيدات طائره الزمالك، انا بشكرك شكرا جزيلا وبهنيك مره اخرى على الفوز ببطوله افريقيا اليوم على حساب النادي الاهلي.